الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين متتبعي قناة الوضوح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو جديد هذا اليوم كان خصوه لواحد الفئة كما كتشوفوا في الخلفية، هم دوك الناس اللي كيكريو باراسولات والكراسة في الشواطئ ديال المغرب، وخاصة في الشواطئ ديال المنطقة الشرقية السعيدية، قابوية والقرية، يعني جميع هاد الشواطئ فيها الناس كيكريو باراسولات. بعض الناس كيمشيو لمواقع التواصل كيشوهوا السمعة ديال مدينتهم وديال المنطقة ديالهم، اللي كيطرقوا لواحد الموضوع ديال هاد الناس اللي كيكريو باراسولات و كراسة، واللي كيكونوا كيحرسوا السيارات في المواقف ديال السيارات لي باركينغ. هاد الناس هادو خص الواحد يعرف يعني الظروف اللي كيعيشوها ثلاث سنة. هاد الناس هادو فيهم كليديات في الصيف، في المشتا، في الخريف، في الربيع. السنة فيها أربعة الفصول، ثلاثة الفصول ديال مريحين، ما كاينش الخدمة. كنعرفوهم الناس، ولا جينا نخصو نهضرو على الناس ديال قابويوا رأس الماء، راه اللي كتقال عليهم كيتقال على جميع الشواطئ المغربية. هاد الناس هادو اللي كيتشكاو من هاد الكراء ديال الباراسولات والكراسة، الناس هادو ويلا كاع نقولو غلا كاع، حسب لك 60 درهم، أربعة ولا ستة ديال ولا خمسة ولا ستة ديال الكراسة مع الباراسولات والطابلة نهار كامل أنت مع وليداتك ومحضين، ولا كاع طلب لك 50 درهم ولا 60 درهم، فين جاتك؟ مو الباركينغ ديال السيارات اللي قلتو 10 دراهم غالية، واسمو هي 10 دراهم، شحال كتخلص أنت على صحابك ديال القهاوي؟ هاد 10 دراهم علاش ما تعطيها لهمش وكتنويها في سبيل الله؟ يعني الناس ضعاف، شحال غادي يحضي كاع من طوموبيل؟ نقولوا 50 500 درهم، 500 درهم راه ما غاديش يديها هو. يعني مواقف السيارات حنا كنعرفوا كيفاش راها غادي الامور، كاين اللي كيستغلها وكاين دوك اللي دايرين الجريات، هذوك مساكين غير خدامين اللي كيتعرضوا للاهانات والسبان وكذا، وحاضرين في المواقع الاجتماعيه بحالهم بحال هادوك الناس اللي راهم ساكن دراوش كيسربيو تما كلاتاي والقهوه، وكاين اللي كيبيع البنيه، كاين شحال كاع غادي يجي في النهار، ولا غادي تمشي تشري عليه انت واحد السفنجه وكاس ديال اتاي ولا حسب لك 10 درهم ولا كاع 1500، غادي تقول له راه بزاف عليا هاد الشيء وكذا، وكتغليو في راه هاد السرقه والشفاره وكذا، ومنا كتنعتهم بشي صفات اللي غير لائقه، لا انسانيه يعني حشومه. يعني الواحد يرد يعني يعيد النظر، نغيروا شويه السلوك ديالنا مع هاد الناس، راه فقراء مساكين، واش هما بغاو يخدموا في الذل؟ واش هو بغا يخدم يجي يحضر لك سوتك ويعطيك المظله ويعطيك الكراسه ويحضر لك البز ديالك وكذا؟ وشفناهم بعينينا كينقيو داك الوسخ اللي كتخليو تما، هو هما اللي كيجمعوهم بلا عاد عمر النظافه. قبل ما يجيو عمر النظافه كيكونوا هاد الناس هادو جمعوا داك اللي شفتهم بعيني كيجمعوا كينقيو كينظفوا. من هذا المنبر كنوجه واحد النداء للسلطات المحليه ديال قابويوا وديال جميع الشواطئ ديال الاقليم، يعني يعيدوا النظر في هذه الفئات هذه، لانهم ما عندهمش الخدمه، ما عندهمش فين يمشوا، ما كاينش البديل، كتحجزوا لهم الماتيريال، وفي نفس الوقت الناس كتشكى بديك المافيات اللي كينهبوا الرمال ديال قابويوا، ديروا عليهم شي حمله شرسه ونصفقوا لكم، لانه كاين اللي شوهوا المناظر ديال الشواطئ ديالنا، ديك نهب الرمال اللي كيديروا ترخيص في واحد الموقع في واحد المقلع ديال الرمال، كيدير لك هنا ترخيص، ولكن كيمشي لمناطق اخرين كيهز بالكاميون والشيفور عنده الورقه ديال الترخيص ديال واحد المقلع محدد. وهذا الشيء راه لازيد من 20 عام من اللي راه حنا كنعرفوا هاد قابويا والرمال كتنهب، حتى شي حمله ما درتوها، درتو واحد جوج ولا ثلاثه الحملات صافي. المهم اللي كان المجلس فيه الشباب ولاو كيخدموا وقع التعرقيل. المهم هذا موضوع اخر غادي نوليو له في فيديو جديد. هذا المنبر كنحيو جميع المتتبعين ديال قناه الوضوح، والراي ديالكم فوق الراس والعين، اي واحد عبر وعنده راي اخر مرحبا بالتعاليق ديالكم والانتقادات كنتقبلوها،
بصدر واسع، وتحية لكم جميعا وشكرا على التتبع.